عشاق الرياضة أينما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. على خلفية الأقاويل أو التصريحات اللي قالها اللاعب السابق لفريق رجاء البيضاوي ياكوبو على أن المغاربة عنصريين اليوم نزلنا شريعة باش نسولوا بعض المواطنين نظرهم كيفاش شافوا هاد التصريحات هذه، بقوا معنا باش تشوفوا الأجوبة. بالنسبة لذاك اللاعب ديال الكرة هو يمكن ضروا الحال بزاف وعير المغاربة كاملين، قال زعما بلي المغاربة كاملين عنصريين، ما يمكنش يكونوا عنصريين كاملين، ميم لي زاميريكان افخو حتى هما راه عندهم هذه المشكلة هذه، تتلقاهم عايشين في أحياء اللي هي فقيرة، بينما الناس اللي دو بو زعما بلونش وبيضين، هذا السلوك اللي هو عالمي، وتنظن بلي مع هاد لا جينيراسيون اللي جاي وهاد الشباب اللي كاين، يمكن شوية تحيد، غير شوية ديال التربية. حنا بعدا عنصريين على بعضياتنا. ولجا لجا شي واحد براني راه لا بدا غنتعنصروا معاه، وكلشي كلشي عنصري في 2006. من كوكو مالك طاع جنسيه مغربيه وعيط لي على عائلته كامله حط عليه في المغرب، او هذه كتبين ان المغاربه اصلا كيحبوا اي واحد كيجي عندنا مرحبا به، كهذا الصدر الكبير كلشي معارف. النظريه ديالي انا لا ممكنش هاد القضيه هذه، حيت دابا مقابلات بزاف وانا لحد الان عمري مش عنصريه ضد افارقه ولا شي حاجه. هذا إشاعة على المغاربة هذه. المغاربة فعلا هما كيحقروا اللاعبين الأفارقة لأنهم ماشي من المغرب. بالنسبة للأفارقة بالنسبة لي أنا ما كنحقرهمش، وإنما الأكثرية ديال المغاربة كيحقروا هاد اللعابة بزاف، ما عرفتش مشكل عندهم بزاف. أنا الأصدقاء ديالي كيمشي يضربوا فيهم ما تيحملوهمش. جماهير عاديه كيفرحوا باللعاب الاجانب، ما بلاكس ما كاينش العنصريه، كيفرحوا بهم كيشرفوا بهم هنا في البلاد، ما كاينش العنصريه كاع في كور. مي الا دار شي جيست ضروري تكون ديك شويه ديال النزعه ديال الفارق اللي كتبان شويه، اما باش العنصريه في الفارق ما كتكونش بالعكس. نو ما كايناش عنصريه، بالعكس كيتعاملوا معاهم بحال المغاربه وبحال اللي هما مواطنين مغاربه. واللاعبيه تقريبا اجانب الافارقه نص تقريبا، كتلقى فراقي المغرب نص تقريبا كيلعبوا معهم لاعبيه اجانب، وكنشوفوا داك الشيء في الرجاء والوداد والماس تقريبا هادو كيستقطبوا لاعبين اجانب بزاف. ايوا وهذا الشيء راه داخل في البطوله الاحترافيه تاعو. ماشي حنا عنصريين، هما كيبانوا بواحد الوجه في الاول، ولكن ان فوا كيدخلوا كيشدوا الرسميه ديالهم ما كيبقاش عاطين الاهميه للبطوله، وما كيبقاش عاطين ديك الجهد الكافي ديالهم والكامل ديالهم باش يبينوا البطوله المغربيه على احسن وجه. اذا مشاهدينا كيف ما شفتوا معنا الاجوبه ديال الناس فهي كانت مختلفه بين مواطن لاخر، بحيث كي قال ان التصريحات اللي قالها ياكوبو فهي كانت على صح، والبعض الاخر استنكر هذه التصريحات هذه. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده مع سؤال جديد، الى اللقاء.